لله رب العالمين، صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي: باب كنس المسجد والتقاد الخرق والغذاء والعيدان. باب كان هو باب أبواب المساجد بن كجرني في كتاب الصلاة وحروب بابي هيبولي كنسل مسجدي مساجد كوالا نظيفية كنس والنظيفين تي مساجد كلا نظيفين أي وهو أخذ القمامة يعني قمامة دلقة قاضة يوحى أنفي عينين يو التقاد الخرق بيولي خرقضها وحيالها مركا وحويا يعني خرق أو مركا وحويا وجمع خرقة خرق حرقضها إيه وراقها إيه وحيالها مركا وحويا نقوكو يعني متقادعة إن نقاقا خرق قاس إيه والقدا بيولي وحيالها مركا قشنكا وقدا وحالا إلى هذا الصحركا مركا كودا عايا أما إيشا كودا أما كودا عايا وحاد عبيسو لكن وحاك الله لغو استعمالا بيولي شراح دولي هدين وحيالها مركا وحويا يعني أنا لا يقاهيني مسايد كدحي يلا مقرقة يلا قدا أنا والله رانا يلا إنك صلى الله استعم معناها أصلهان ويهي وح صحر كائن وأنا رانا وأما إيش كا قدا عيا أما هو بها رأشي كدا عيا واحد عبيس يو والغدا يو العيداني وجمع عود يا عيدان لو جمع يو وقريش وحي ما كاتش نكوه أن لا يقهي ومسايد كلاجنا دي في فضل جيس أيوة المامية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد. سنة سليمان بن حرب الواشحي الأسدي وقاضي مكة إمام جليل أيها إن بضنا بن صامري حماد وحماد بن سيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري الجهدمي ثابت وثابت بن أسلم البناني أبو محمد وتلميذ أنس وحل أنس لازم أنس كثيرا إن بضم أنس لازمي وكقاضة وأنا كان سؤالك جنح حميد هذه ومركة وعن عنيه وكله وطلع هذا معناه تدليس بولية لكن مركي الله باري وحل وقادي إذا وكقاضة يعني ثابت ونيته مرك تدليس كيس هو من قانون ياسد التدليس وصفيان صفيانين كواكلي ويا ثابت مرك هو تلميذ أنس بن مالك أنا أبي رافع هل كان سوى لك قاضي يا أبي رافع مجلس النفيع بالله له لكن مشهور كيه كن يضع أبو رافع الصائق المدني ثقة ثبت جاسوري حافظ بن حجر كن يضون مشهور كيه وحويا وطبغادي لبعض أبي رافع قارنا هو السحابي بيلادن هو السحابي وأبي رافع بقى سحابي يلادن مركا واحد نقول سابر من رواية السحابيين عن سحابي لكن حول حافظ بن حجر ما هبل السد الشاجن صبغت أبي رافع السحابي جاء ثابت وحكم قاضي وثابت ما أنه سو قارن أبي رافع السحابي جاء مركا أبي رافع تابع جاء هب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة ما هوين سوداء وشك من الراوي راوي أي شكي من نبوها مسهوين بهاي وأما فضل جي إلا يمين جرت سد راجح هوين بهاي روايات كبدن كودة تلمام يعني ننها هذا ما هوين ها هاتو كان وحوها نن كاسي أما كان ضوحة إذا ده هوين هاي يقوم المسجد يأخذ القمامة من المسجد مسجد كنا دي فينجر مسجد كنا دي فينجرتي يقوم المسجد فما طول انتهى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه رسول هو يديو هو تبي مركب وعويب فقالوا حلا ما طول انتهى قالوا حلا أفلا كنتم ماذ نقطانا آذنتموني به كويسو غيسي يعني محل يوشي قويدين دلني على قبره قبره سيصوت الصبر أو قبرها أو قبرها ما قبر كذا بواشكو من الراوي هذا وين تهيا ذو مركا وننا هذا فأتى قبره قبر جيس أي رسول كي مدوف صلى الله عليه وآله كتكري مركا فضل قوله هي
مسايد كأولا نديفية هي أهمية شخص عماش عين كايلا إيمان يا أولي هي أيو حديث كنا تلمامية صوبتا هو يا رئيستان يقول يقول رسولك هو يسينين بيسكا عاسين رواية كاركود نواكو إلى هذا حبين بي هاي ووحا نديدنا إنا كصوت هو سينو وامركا وحوية نكصوك عينو أيان ديدني لها رسولك هو يقول صوت صيب إلا قبر يقول صوت صي كبعدنا وكنت كذي taasna waxay noo iman doonta kitaab al-janaayis oo misal kale in hadii janaasada loo ogol yahay in markii la aaso ka bacdi lagu tukan karo cidii aan ku tukanin oo aan janaasadii tukashadii hore aan ka qayb gelin inuu markaa wax weyn ku tukan karo intii la aasay ka bacdi ama muddo la aasay muddo dheer ha ahaato ama muddo kooban ha ahaato walaw qaarkood ay xadeeyaan muddo ay xadeeyaan waxaan inta hadduu mid ku dhaafo lagu tukanayo laakiin waa qowl marjuuxo laga hoogan yahay wax muddo loo madalaynaya ma jirto kitaab al-janaayis boona ku arki doona hadda sawx uu keenayaa uu fadliga u leeyahay qofka masaajidka nadiifiya u leeyahay baabu tahriimi tijaarati al-khamri fil masjid wuxuu baabiyahay tahriimu tijaarati al-khamri ay dhikru tahriimi tijaarati al-khamri khamrida haaranimeenteeda sheegid laga sheego fil masjidi masajidka oo daahir ka baabka waxaad moodaa inay macnaha loola jeedo khamrida oo lagu xaar lool xaaraantinimeeyo in laga ganacsado fil masjidi ma aha loo ma jeedo balka ganacsigeedu iyo tijaaradeedu waa xaaraan fil masjidi wa gairiha masajidka iyo gairkeedba laakiin waxa weeyaan dhikru tahriimi tijaarati al-khamri khamrida oo laga ganacsado ganacsiga xaaraamnimadiisa oo lagu sheego halkee lagu sheego fil masjidi masaajidka lagu sheego weeyaan masaajidka lagu sheegayo marka masaajidka dhexdiisa waxa la oranayaa muwaah ta xaaraam khamridu iyo ka ganacsigeedu waana sidaa musannifku u jeedo oo waa ka shaariixayne ay jawaasu dhikru dhalika arrinkaasi sheegitaankiisu inuu banaan yahay iyo wa tabyiini ahkaamihi ahkaamteeda oo la cadeeyo وليس مراده ما ها مراد كمصنفكو ما تقتديه مفهومه هو حو كانن ايو او اه من ان تحريمها مختص بالمسجد حرمني مدد المساجد كبي خاص كتاي وانما هو على حذف مضاف مضاف كبل حذفي اي باب الذكر تحريم كما تقدم نذيره باب الذكر البيع والشراء دين ويا في المسجد وبيع الشراء وهلكي لغا شيغو في المسجد تنوى تحريم الخمر دي ولغا بياميو في المسجد قال المصنف حدثنا عبدان عن أبي حمسة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سند كعبدان وعبد الله بن عثمان المروسي أبو عبد الرحمن لقب كيس نوى عبدان عبدان مركا هو اللقب مقعيس عبد الله بكو بلابما كنيدنا أبو عبد الرحمن بكو بلابنا ما دام الله بدي عبدي كو بلابمين بعبدان ليست عن أبي حمسة ومحمد ابن ميمون المروسي أبو حمسة السكري وحول حافظ بن حجر ثقة فاضل يسقي الشيخ مركا وحويان شيخ يسوع أعمش لكن أعمش هو إمام كيسة جليل كولا قرانا أيو مركا ودبقة تضبعض أبي حمسة سكري بالي سكري وطان صوت المعنى إن ولجيدو هاي بيع السكر يعني تهيل حلاوة كلامه بلا هذا الكي صافعنا ومعناها وحوين وناكسن ساسا سكري لو يلي inuu al iibin jiray sukarka ma aha oo inta badan waa alqaabta dhahirkooda la moodo inuu marka ama iibin jiray ama ka ganacsan jiray laakiin waxa weeyaan khilaafka dhahirka khilaafsan sida Khalid ibn Manazil oo kale Khalid ibn Manazil Khalid ibn Mihran ibn Manazil al-Hadda macnaha inay macnaha ama u xudu kada buu oran jiray dadin oo waa kaba halkan ka hagaajiyo halkan ka yeel ama uu la fadhiisan jiray dadin لكن ما يبين جرين كبا هدي حدا لكن ظاهر كمحل مودا إنه يسقوها إنه يبين جرين أبو حمزة مركوا إمام وين ثقة مفاضل بول حافظ ابن حجر
قصونا لها ووحل هذا أحد كمدة جار كيسة أيا وحو ضانا إنو قرقي يبيو قرقي سينو يبيو باهي وباهدي درتي كبعد يوحى لو لو يمدوا حد يد قرقي وانو باهنا إنا وان مقالينا يبيني سو وحد أفر كون بنسينا يبيو أفر كون درهم قريها قيمة ودون الله كون درهم بيهاي دوار قالي سبالي دوار قالي لابا كنا وقوري قبولي لابا كنا وجار كبولي أنا وحجار الله يقولي أبو حمص السكري مركا لابا كنا وجار كبولي لابا كنا وقوري قبولي أفر تاكم ويانبولي جار كلفتي ساني يبيني يا أبو كوالا إذن جار قالي يدلسو دقي سايقويا كل كو مقلي أبو حمص السكري نحو سميي أفر تيكم بوسيا اللي هانا قوري مبكوري أفرتكم نوسيه قولي أغنى كبيحي مركز أصوها أبو حمسة السكري وحكا قاضي أعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي عن مسلم مسلم وترجمتنا كوش يقوى مسلم ابن الصبيح الهمداني أبو الضحى العطار المشهور بكنيته عُلِ حافظ المحجر وثقة مفاضل وأنا ضبغذي أفراد أعمش بين مركز تابعين تلقن قبل أبميان أعمش هو خامس هو تابعي مسلم بن الصبيح الهمداني نوى ضبغدي أفراد ويصغ نوى تابعي مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي يصغ نوى تابعي وينوى ضبغدي لبادبين مركز تابعين توا أعمش يا مسلم يا مسروق سدح تابعي وكلا قاضي وين مركز سنة كاس وكلا حق عالي بو كان نقون يا بلدن حق مركا معنى أي عالي كان نقون يا وإن بك دي تابعين توكلا دي هل دبقى دولة قردوا وابتي يو أفر قف مركا يقول حي سيمكا أو رباعي بو نقون يا هدي ساس ليلة ويا دي أعمش يا مسلم يا مسروق ما دامي تابعيين هل مدل قصو قادو ويا ساقو كا قادي ون عبدان يا أبي حمسة يا أعمش عايشة مركا وكا رباعي بو نقون يا لكن دي تراهان لصال الله تريو وسداسي وي عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت آيات من سورة البقرة آيات كسورة البقرة مركو إلهي كسود جي رسول كيس في الربا إيه ربا كهد لايا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسايد كو صباح رسولك فقرأهن آيات كاسو ككر أخري على الناس دادك ثم حرم أبوحا رانتنمي تجارة الخمر خمر ذا تجارة ذا محل شايدك نوا تجارة الخمر أولا قشاقو مساجدك باب الخدم للمسجد وحو بابي هي الخدم للمسجد ضدك او شقينا يا مساجد خدم كوا شيء قد مركا لا شيء غير هي فضلك مركا وحوين اي لاد الخدم للمسجد اذا ابواب المساجد بين كجرنا وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحو حبر الامه نذرت لك اسقو كحكايون يا مركا قصدي مريم أم مريم إني ترين إني نذرت لك ما في بطني محررا وحنكون ندري وحعلوش إذا كجرة محررا يصغوا معناها وحويا مد مساجدك أخاصة وحكوبنا أنا دين تودي إنه مركا وحويا أي أون ندري جرين أي دمر أون ندري جرين وحعلوش إذا كجرة إني أشقيا بيتك إلهي صاصي مركا وحويا جائز كواحد يضم مركا دنيا ذي هاي إنه نقض ذكر أدام وكفر فرعون هاي شقد مساجدك روح يضم مركها كبعد مركه والنقضي أنثى ولدك وأتي لهيد مركها وحويا وليس ذكره كل أنثى إلهي سبحانه وتعالى دنيا ذي وناكسنيد أيو كعب قلي هو إلى لي هو كري هو مركها دوري إلا إن نقطة مركها وحويا مريم أم عيسى معناها محررا اي معتقا مثل حريه ومساجد كون اخاص وياه للمسجد يخدمه وصدق معنا مساجد كون خدمينه شرح وحولي المصنف كغرض كيسو وكان غرض البخاري الاشاره بايراد هذا وحكو اشاره يا قصدني الى ان تعديم المسجد بالخدمه مساجد كون لو خدميه
وخدمة اللجوين هي كان مشروعا عند الأمم السالفة وما دي هراء مشروع وها صاصي مركو عمل أقابين شرين حتى إن بعضهم وقع منه النذر ولده لخدمته إلا قاركود أولاده ده بيجوا مركو حويان أيون نذر جرين ولدك هو وحي الله وجع لكم كويا إنه نكش وحك لو يسوي كره بعاني جرين إلا يوم بيتك إلهي وخدمة يماهين حتى إن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته ومناسبة ذلك الحديث ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة هؤلاء داسين تبرع ذي بإقامة نفسها للخدمة المسجد لتغرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك أرنت عسنا رسول هو أقري وهو تغرير إن شرعيين نمر كوحويان وتغريرين عين قال المصنف حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا شك وحكس على حماد وكيه رأم ويا شك كيه رأم لكن رواية قاركوت شك مجرو إن هاي عدة مسايد كالنذي في جرتي إنها وين يا هاي حق سند كأحمد بن واقد وأحمد ابن عبد الملك ابن واقد وواقد مركا هو أبوغيو أبوغي بلونس بي الحراني أبو يحيى الأستي وطبقة دي طبنات قال حدثنا حماد بن سيد عن ثابت عن أبي رافع وصايق نفيع وكوي سند كورين تبا كجري وحان كاهين أحمد بن واقد وهي سند مسعود علي مصنف سيدي صور دم ميستران وكي هرؤون أه وهي تحوح فائدو سند كجري مجري إنه سيدي سيوسو علي كان مد معها مصنف كعاديس ولذا وين وحنك بدلو سند كضم به إما كما قال كوح فائدة كجرتها أحمد بن واقد إنه كي هرؤ كجري حديث سند كي هرؤون النقطة ما تنقينا مرة بعض وباحظة لنا عقلوك قال لي إحدى سند كانوا وينو كنت تصرف سندك وانو سيدي سيوكين أو تعليق خلي ومعلق خلي وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا شك هو حماد كانت وحيها تقوم المسجد مسايد كتين ذي فيصة ولا أراه أنا ملين ما يقول هو حماد بهذا الكلام ولا أراه أم ملين ما يقول إلا امرأة إن هؤلاء هيدون ما هنا سير روايات كلا تلمام ينوب بديهن فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرسول كايو شاقي أنه رسول صلى على قبره إن قفك قبره سيو كنت كذي باب الأسير أو الغريم يربض في المسجد هو بابيه أسيرك أما محبوسك أما قفك غريم كيه عدوها يستدين ودنو أسير أمو مركان قنية أو أسير كد ووحي حرب قال الله سوقبت غريم كي لكن دوح ومحبوس ووحو حباسين هي دين تالا جوها يستو لكن سجلوا جم السوق بينن حربي يوحى الله مده مركا والله بقى من لبده دوبة أيهن الحباسه إن أسير كي غريم كبا إن أسير كي غريم كا إن يربض الله وحده في المسجد مساجد كا هو إيجاء استعين أيه بابي هيب وهي مساجد كده وحوها وقت قاسي حتى حبس أهان إن لو استعمال جري يا وقت جرى الصورة يا وقت يهدم بيجيب إلا أنتي عن وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلس وسمي لقى كافطامي وحديث كي ثمام ابن وثال واحد عين نص وصعدة إن لقوا حري مسايدك تيرش مسايدك كميت قال المصنف حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر ومحمد بن جعفر حدي الله بالله يسقى عطفه عن شعبة أون مرك الله ورنا ما يكلاهما وإن لا يدعوه ويا لفتيهان ولا بد واقع وين قرالهان يعني مرك السجنان به كلاهما عن شعبة ورنا يا إذا الله ذكر القاضي والروحي محمد بن جعفر غندر عن شعبته عن محمد بن سياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق سندك إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومعروف هو إسحاق بن راهوية وأنا قرين إمام أحمد بن حنبل وصاحبه هو حق فقه حق علم قرين كي سيوها إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية أنا ساسو معروف كي هو راهوية بين أخري أنبال قراءة المحدثين راهوية لكن راهويه من قنص
المحدثين سامين آخر يجرون ونطق واحد عدان لك على دخلهم ولو وكلوا عين كلوا قد واقع يجرون سدا سيب ويه وكلي ينفت ويه دروس ويه ويجرون لكن محدثين تكنا كجرا راهوية بأخليان قراته محدثين إسحاق ابن راهوية لكن ما قوة ده لابد علم ولا ده راه ويه بلا إسحاق ابن راه ويه راه ويه صدع وما أخريا المحدثين تو ولو ده صدع قوة كلا ولا قدر واقع يجرا قال أخبرنا روح روح واقع كوجو ترجمة يبا روح ابن عبادة روح ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل تأسيس حافل المحجر وطبقات السقالة ومحمد ابن جعفر سقوا معروفين بضم بنصارني محمد ابن جعفر غندر شعب انت بضنك قاضى إلا الليل لازم 20 سنة تنبيل لباطن سنضاد أي لازم شعب إمام كان جليل شعبنا وأمير المؤمنين في الحديث مركز سيدي سوك على أمو مركز أيو نقونا يو وعشرين سنة أيو ملازمي أو أرضي وها شعبونهم تبادك قادة وادقارك عن شعبه محمد بن جعفر دي ما شعبك الضنبي عن محمد بن سياد محمد بن سياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني وطبقات السدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا وحل رسولك عفريت وجنك كمدا أما مرادة الجن جنك كوة مركز مرادة ذا أو من الجن جنك تفلت علي ويوصوا قاستي ويان أما سكدا يوصوا بحصدي هو مركب سبقتة أو هو عند فيلين وقف كوجوسوا دقاقة أيها اللوجي جيدا تفلت ويوصوا فكذي علي البارحة حلي أو كلمة وشك من الراوي أما كلمة بيري نحوها كلمة بارحة لمدة نحوها ليقضع علي صلاتي ليقضع علي الصلاة سي صلاة دي ويقف سهاديو وخشوع دي ووجره أيو صلاة أسمي رسول كنا كما أنو عبسونين ويقسبوها رسولك عليه السلام فأمكنني الله منه قعنت أيو كقبتي رواياتك كلاوة كو شيغي إنو عناها كدقي وقعناها قبتي ووحي صلاة ساري بولي عرب كيسي إلا قبوغي عرب كيسا أنكدر يمي بولي قعنت أيدي بولي رسولك وأنا خصوصيات كسر رسول كمركا عليه السلام إنه سقو أود إلى هوسي دول كاي نجا قرصون إنه سقو أركو وأن قبتي بولي وإلى هوي مكنسي فأردت وحنا ضان أن أربده هو إن كحرة إلى صارية من سوار المسجد تير تيرش مساجد كم إذا محل شاهد كنوا أنت دم دام عصير أكل هذا وحساب سيني هلكو محل شاهد كوا أنت إن تيرش مساجد كم إذا كحرة حتى تصبحوا إلا صباح ذات مادان وادوا بريستان أو تنظروا إليه عد أكتن كلكم لما أنتم فذكرت قول أخي سليمان وحن مركا حسوس تبي يلي ولالك سليمان عليه السلام ينو يلي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وملكي سك أو خاص وخصوصياتك النبي قاسي عليه السلام تاسن حسوستي ملكي أنا قوني خاصة إن شهادين تو شقين جرين قال الروح فرده وسك سيدا يا رسولك خاصا يسق وأمد هو جي وخساري ووحي وطلق لي وسعدي أنهرين محل شهيد كن وواديه باب الاغتسال إذا أسلم ورد الأسير أيضا في المسجد ما يدشأ وما يدون قفك مركو إسلامه هي ورد الأسير أسير كأول الله وحده أيضا في المسجد مسايدك الله وحده هل كان حافظ ابن حجر روحه تلمام يا ترجمة لأنه حافظ ابن حجر وليه تشكيك بو كاس يصار يا وهي وحويا لابد أن أعبيك كوابن تهي ترجمة الاغتسال إذا أسلم قرط على قوي لما لبول أبواب المساجد إلا جانب ضعيف مو يعني سو شيء قطون مركض الله يرحمه ما يدشأ وما يدو كركو إسلامه إذا أبواب المساجد بنكو جرناي وتسوى أبواب الظهارة إياه يسوق عليها هي مشرك مكو واجب بينه ما يدو مركو إسلامه أكله أما الجملة ضمن باب كوجرتوا والرب دول أسير أيضا في المسجد ده وين صامرت عدد المصنف كان كم بدمه هبوري إنه باب لا بجير سوء عليه يسوع الله فتجه هرمون هذيك سنة إذا انتي هراي لو بجير تمركا بابه الأسير أو الغريب يربط في المسجد
inkastoo la oran karo halkan asir kaliya taa ayuu sheegay halka laakiin qariin baa la socday sharaxan wax yar eegayna hakada fi akthar riwayat bil riwayat ka badan kooda saasa dhacday وسقط للأسيلي وكريمة قوله وربد الأسير إذا آخر كاسي الله روايات كامركة أسيلي كريمة كما جرتبوا وعند بعضهم باب ببقاركو الدين أهدين باب كلياتا بلا ترجمة ترجمة من شيء وكأنه فصل من الباب الذي قبله مركز صانع أيا أدو ذهي وباب أنو يري ومركو حديثكو باب كي هراء وقال أنو تلمام أيو وحبا باب كامر لباد مسوع إليه باب أنو بيل هذا باب تاسنا مركا كل فصل يوك هلا أيه نقول نيسا سدا سمر كا أودو ده يبدينه باب نون أي تاي أو ترجمة أساس وكداي وكأنه فصل من الباب الذي قبله ويحتمل أن يكون بيض للترجمة إنه ترجمة مركا سدا وعدي بيض هدي لنا باب ننتي لوكا مصي ترجمة إن أنا نديد طبيعة قواس سدا فسد بعضهم البياض بما ظهر له تذكر نصاخ لها مركي ضمبة أي باب كبوحيين ويقول بركة ترجمة دقين ويدل عليه أن الإسماعيلية ترجمة عليه باب الدخول المشرك المسجد إسماعيل نوك هذا ونوشي قدونا وحبا يسقوا كاردة حديث كني دخول المشرك المسجد باب كاسوساس وباب يست قفك مشرك ينو مسايد كسواق علي كار وانا باب كا إنه أبغى تصوص عدو كتيرة وأيضا فالبخاري لم تجري عادته بإعادة لفت ترجمة عقب الأخرى وأنا تان شيقيني إن أنا عاددي سوهين ترجمة هرور عادي إنه لفت قيدي مرة بات سوهيني والاغتسال ما يرشد جوسك هراء ترجمة كو جرتان إذا أسلم مركو قفكو إسلام ما يرغى وما يرانا يا لا تعلق له بأحكام المساجد المساجد أحكام تدع على قلة ملة إلا على بعد لنعفق مركان يقنام ما هنا أوه وهو أن يقال إن ليرى الكافر جنوب كافر هو الجنوب وهذه جير جنابة أي قضاء غالبا انت بضا والجنوب ممنوع من المسجد جنوب كان وكم ممنوع مساجد كينو قالوا إلا لضرورة إنه ضرورة قالوا ما هنا فلما أسلم لم تبق ضرورة اللبثه للبثه مركو إسلامي ضرورة دي ماشي ويكون بحضي في المسجد جنوبا فاقتسل مركزه ميرانا لتسوق له الإقامة في المسجد على أي حال أما هالنقطة ترجمة دي مصنفك أما باب أنها آتو هو قاركود هبو حيان أما قاركود هكا لغان باب دخول المشرك المسجد وحسنويا حديث كتعلق أبواب المساجد هل كان كلا وينيري واحد يكتالك ويري ثم قال فإن قيل وصل شرحه هذه الليلة إيراد قصة الثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي باب العصير يربض في المسجد أليق باب كهرة أو نيري باب العصير أو الغريم يربض في المسجد وقفك دينس يك عصير كا ومسايد كلا وحرق حديثك وكاننا كي ثمامة ما يوان يوجين كما كا عفريد أو رسولك قبطي أو يري تير تيرش مسايد كما دينا كحرق أيان دوني marka waxa ay hadii la yiraahdo miyani kaga munaasibsaneen hadithu thumama inuu keeno tarjumaadan hore oo ah asirka iyo qariimka lagu xidhaayo masajidka hadii saas la yiraahdo waxa loo oranayaa buu yiraahdo laga jawaabaya fal jawaab annahu yahtamil an al bukhari athara al istidlal bi qissati al ifrit ala qissati thumama qissatu al ifrit bu ka door biday ta thumama inuu keeno baabkan ah asirka lagu xidhaayo masajidka sababtu waxa weeyaan لأن الذي هم بربده بربد العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم عفريت كأنه كحرة تيرك عدة همدي ورسولك هم يقول السنة كمدية ومن أواعي السنة لكن ثمامة والذي تولى ربد ثمامة غيره أما ثمامة عدة روان مركع وحوين تيرك كحرة ما هي رسولك بل صحابة هاي هاي ويوا كانوا يمدي لسي داية هرتيب الله حلي مركع إيما كون مناسبة بوجيدة وحكم مناسب له قصة العفريت وحيث رآه مربوضا مركو أركي صغو حلان ثمامة قال وحيد أطلقوا ثمامة ثمامة اسكسي دايب قال فهو بأن يكون إنكارا للربده أولى من أن يكون تقريرا بود إنك أصدر لكن ده تاسي حديث رواية قاركو ده دي دي وحيد إنه يتهي إنكار إنه رسول كو دي دنابة إلا حلو مدام أضي وينو ربني حنيفة أضي قاشو دي كمي دعاء وها ودي دنا مركا إن رسول كل حلو
oo si daayay bil umama marka waba inkaar buu leeyahay uu diidana rasuulku in la xiro laakiin riwaayadka qaar kood waxay leeyihiin uu ka noqday rasuulku oo wuxuu ku yiri umama maxaa haysaa buu oo markuu rasuulku maxaa haysaa buu taa wuxuu yiri in taqtul taqtul da damin wa in tun'im tun'im ala shakir hada diidishana qof dhiig la dishay uu jeeda oo wuxuu ka wadaa waa lay aaraya oo isagoo xidhan hadana ayaa hadana arkaysaa inuu dhimanka hanjabay waa dil aadadi dishay buu dhidee waa aniga waa lay aari qofii aadadii aariya joogu ka wada haddaad isiiday soo digu galadeysatana dee waxa uu yahay qof ku shukriyay hadhow ayaad galayaad ku galadeysatay uska sii daayay rasuulku markaa adliquhu thumama sii daayay buu ka bacdi markii la sii daayay waa kii yidhi meel dhowun buu tago uu soo maydhan markuu soo maydha isla markii uu soo noqday kuwa islaamay waxaan diidanayay buu ha dhowin la yidhaahdo wuxuu ku islaamay waxa weeyaan xoog iyo cabsi intaan diidanaa intaas ahayd aynan ikhtiyaarkayga u islaamay si loo ogaado ka bacdi wuxuu yidhi ya rasuulallah fardahaaga ay soo qabtay buu anigoo ku socday buu cumro wuu cumraysan jireen iyagoo markaa mushrikiin ah marka maxaan sameeyaa cumradaada soo dhamaysay buu rasuul iska soo gudo markuu cumradii tegay maka u tegayna markiiba warkiiba gaadhay ree makaado waxay dhahdeen waa kan saabi ii bay dhahdeen diinta ka baxay hada saabi uu bay dhahdeen idan way garanayaan waan ooday la wada garanayo macruufa oo min bani ah marka ra'iisu bani xaniif waa kan saabi ii bay dhahdeen marka saabi ma yihi waan islaamay bilaano laakiin ogaaday buu yidhi xabad qamadi oo dambe idinka iman mayse buu yidhi dariiqa bani xaniif waana mamarkoodii iyo meeshay marayeen waxa uu talagelinay buu wax dambaalka idinka yimaada ilaa markii dambe rasuulka ilaa hadlay dhahdeen waxaan kugu dhaarinay raximkii naga dhexeeyeen nagala hadal beedheen si uu markaa noogu soo daayay beedhe waxaan u baahna haddana rasuulku waa uu sheegay inuu iska sii daayo oon waxba una ka qaban waayo rasuulku uu rajaynayay oo iyagu khayr badan ka rajaynayay markaasaasay qisatu thumama haydo dhowr jeer kalena way iman doontaa oo amaakin mutafariqa ayuu ku keeni doonaa musanifka قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد الحديث حق سندك حدثنا عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد قال حدثنا الليث مالك بن أنس نواه كقاضى صاد عركتين بضن ليث نو كقاضى ومن أئمة أهل مصر إمام جليل ليث بن سعد قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد سعيد ابن أبي سعيد المقبري أبي سعيد كنيدي مقعي سوح على كيسان أبي سعيد نو كنيو أبو سعيد المدني وحا كل مي كنيدي سيو كنية أبيه سعيد ابن أبي سعيد إسقنا هو أبو سعيد المدني وطبقة دي سدحا سمع هل كاسو كلي مركا مركا الآخرية أيو سمع أبا هريرة تعدى ترادو خضع بين قنيسة وأيو وميلها ألفاد بحدفن لغو دواقو لكن قرارهان بالحدفة لكن دواقهان سنة باللوغة متبو عندك لو اللحن بين قنيسة قرادو مركا وين الله يرادو حدثنا سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع كلمة ده أنه وين تسو قدرت أنه سمع ميلا بضن مرمر بيساسي نوتي معطاه أنه سمع أبا هريرة تقال أبا هريرة أي مغلي أولى بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النجد لنا عن نجد وقدر مركا كوح مركا فرضا رسول فجاءت برجل من بني حنيفة نره بني حنيفة هي سوقفتين ويقال له ثمامة ابن أثار فربضوه بسارية ساري تير بكحر من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسول كاكو فقال أطلقوا ثمامة سيدا يبلو ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد وحتى جمال ودو مساجدك وتمر أي كتالي وبيالي فاغتسل وصام ثم دخل المسجد مساجد كصاقل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال المصنف باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم وحو بابي هي الخيمة في المسجد إن بنانتهاي إن تندو مساعد كده حديث لقدر ديسو
oo loogu tala galay lil marda qofka marka xanuunsan ama dadka xanuunsan iyo wagayrihim gair koodba oo wagayrihim macnaha gair marda bade aan dadkan xanuunsanayn bad sida haweenidii masajidka nadiifin jirtay oo masajidka ku lahayd marka qaymada وحديثكي ويوم البشاحي من تعجيب ربنا ونصوقا واتي عائشة لي مساجدك وحي كلها خباء أي حفشو بيتي يا ربي كلها هل كان وغيري همتو وطدك وفدك وكالي دي وي مادان رسولك مرك وي مادان دادك وفودة دي مساجدك وكالة تندلوغ السمين يالك سيسك قلي مركا حق مرضى أولي هنا وسعد إنه رسولك مركا مساجدك وخيمه وقسمي وقصوب وغضو ميلدو ويسوق وحد دقنا من عوالي المدينة ويكفوا قاني سبك رسول كل مرة والبو بوقو مركا انت هو جائس ويش اي جواس ذلك يقول شارحون اريك سنو بنان يهبو عطينا قال المصنف حدثنا سكرية ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل الحديث حق سندك سكرية ابن يحيى سكرية ابن يحيى دور جاره هنا وين صامري يين مر هنا أحد بنو ملاين يا دور سكرية جرا وين تبا وقع من شيوخ البخاري كو حافظ ابن حجر تلمامي أو حوجنا يا وحوين سكرية إنه يا سكرية ابن أبي سكرية البلخي سكرية ابن أبي سكرية البلخي أبو يحيى اللؤلؤي وحولي كاسا وغنى ثقيسا وغنى إمام صن وهو ثقة حافظ بولي حافظ ابن حجر ثقة حافظ وانا دبغدي كوبي طبنا ابن نمير نوكا قادة هل كان عبد الله ابن نمير بوكا قادة صوما وحكو الشيء تهديب الكمالك حافظ المسي إنه ابن نمير كا قادة إذا وين شو يخطي لوكا لسارة دي مركا سكرة لوايو ترجمة دي سيدي بلوغو نغضا تهديب الكمالك مركا من شيوخ ابن نمير وكمل ككلا أو إشارة حافظ ابن حجر أو نقوم كلا ويلي وحويا سكرية ابن يحيى ابن عمر ابن حفص أبو السكين بالله كن يديس كاسنا يسقو كان مجاريو وحق الدرجاهان وكه سيا ويكاوي حدي حافظ ابن حجر صدوق له أوهام بول أوهام بولي إلا ويلي لينه دار قدني بسببها دار قدني وحكو تعيفيه أوهام تسبب تيد لكن دروا من شيوخ البخاري هذه جاءنا وين الأولان إن هذه اللي يريد أوهام بولية سدو بخاري وقا قاعدة إذا بخاري لما رجاش سوارك وضع عمه سدو قد يورت على الأرض ضعف معها سدو قد مرتبة صري وين الثقاد بكسر رئيس أوهام بولية هذه اللي لدينا بخاري وحي سكايل علينا يا وحي أوهام تهاي وخد عين مركا إنتي أن أوهام تهاي بكا قاعدة إياه تاس مركا وكاسقنا ويسورو ده ولا بس لبضعس لبض أبو حق شيوخ ده ابن نمير وكجره مركال كلب سبا إيمانية لكنه حنورنا ناوم لبض كإمام كام ما كو قادنا ما دام هذه جر بخاري وسقو وكد دورنا يرجع وكح ولا نيو أنت وجو مركال وحويا ثقيسا ده واحد لنا إنه لؤلؤي أبو يحيى لؤلؤي إنه يحيى أي حوجن مثل سدحات باجره وحنا سكرية ابن يحيى ابن سكرية ابن أبي سائدة الوادي مركا كاسنا أبو سائدة الكوفي وأنا ضبغدي كوفي طبنا لكن كاسي حافظ ابن حافظ المسي كم الشيء جنت هذي بالكمالك كم ترجميني مركا هو من سيادات حافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر تقريب كيس وأنتي كمالك جرتون نكانو لكن وحيا سائد مركا قارك قطري كره أو تهدي بالكمالك وأنو الشيء مركا كان ما قرن كرنو دينه ايوان من شيوخ البخاري لكن يسقون ابن نمير كوريين انو كوريني ما دام صاحب تهذيب كشيغي مو غان كرنو صدخ دبا وين نكون كرتا لكن وحا او خوغن انو يهي اللؤلؤ انو يهي مر هرنا وان سو ارغنا قال حدثنا عبد الله ابن نمير عبد الله ابن نمير الهمداني ابو هشام الكوفي وحول حافظ ابن حجر ثقة صاحب حديث من أهل السنة هذه جارنا من أهل السنة دو إلى هذا حق ورانا وإنه قصار أغنى خير كوفات بها دوية كوفة محل قلته مجري تشيع مركوا مقابل الشيعة لك وضع مركا أعمد مركوا قفك ودقين يهي كوفة ودقين يهي يا إمام جليله الله يقانو يهي وحبه ما بحنا من أهل السنة إلا روينا نشيعهم ولا قرانا يهي لكن قفك اللي سليه يهي مراها وحا تشيع بها كجرة وحولن جرين من أهل السنة بها إن جرين
marka macnaha inuu kuufaha deganaaday uu tashayuc bari ka yahay bay tilmaamaysaa. قال حدثنا هشام عن أبيه انت كلوا مشهور وانصارقني ومشاهير هشام هشام بن عروة عن أبيه أبيه وعروة بن سبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد من يوم الخندق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيا وحى مركا لغو أصي أيا وحى لغو أصيبي يوم الخندق ما ننتي خندق وحى لغدا وعي في الأكحل أكحلك أكحلك مركا وحوين واحدة كاهل بوله ويان dameela badan oo jirka kamida ayuu mara laakiin waa marka uu maraayo diraac ama dhudhunka ayuu kaga dhacay marka leebku marka waa ka halbowlaha weeyeen dheer weeyeen ee gacanta maraya weeyeen halkii uu marka leebku ka qabsaday marka dhig badan ayaa ka yimid dhig baxas uu gudintay kabaadi laakiin xukunkii reer bani qurayda ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu joojiyay ilaa uu xukumay markii xukunkii ridayna tiisi baa timid fadaraba nabiyyu sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu uga dhisay khaymatan fil masjid wa inta mahalu shahidku khaymu masajidka uga dhisay li yuuduhu si uu uga soo booqdo min qariibin meel dhow oo waxa weeyaan ee waa ku deganaa meel fog oo cawaalil madiina ayuu deganaa falam yaruhum ما أرجعجحين، فلم يروحهم ما أرجعجحين ويان، أي فلم يفسعهم ما أرجعجحين، والحال في المسجد المسجد كان خيمة من بني غفار، خيمة كله هي بني غفاري، ووفد هي بني غفارة، ومرك الرسول كوجوجي، أيام مساجد كواح الله قدي صي خيمة يجنا، مرك الله بده خيمة مساجد كتالي خيمة دي سعدي تي بني ري بني غفار. marka reer bani qifaar ma argagixin iyagoo masaajidka khaymo ku leh illa damu dhiigga mooyaane macnaha waa iyagoo iska xasiloon macnaha oo khaymadoodii ku jira unbu dhiig durduraya u soo galay khaymadoodii wey isagoo ka imanaya khaymadii kale ee sacad uu markaa jiifay ee rasuulku uu soo booqanayay marka falam yaro cunto waa sidaa ma argagixin weeyaan oo mayna yaabin والحال في المسجد خيمة من بني غفار مسايد كانت هي مركا كلو اي كو تالو او اي مركا waxa weyn dhixdiisa tahay khayma kalo reeb bani gifari illa dam dhiga mooyaan wax kale ma arga gihinin yasiilu ilayhim xaqooda u soo socda faqalu wax ilaadi markay dhigi arkeen ya ahla al khaymati iyagoo la hadlaya dadka khaymada degan ma hada alladhi yatiina min qibalikum bayadan wa maxay waxan dhinciina nooga imanaya markaasa la ogaaday inuu marka dhiig sacad xaggiis ka yimiday uu yahay wuxuu yahay shaygan xaggiina nooga yimiday bay ilaahdeen ka bacdi dadkaana waxaba laga yaabaa marka inaanay ag joogin laakiin ay ku baraarujiyeen hadalka iyagoo ilaahdeen waa maxay arrintan xaggiina ka imanaysa ka bacdi sacad loo galay oo la ogaaday in dhiig badan uu ka baxay faidaa sacdun waaba sacdo yarduu uu burqanaayo jirxuhu dhaawiciisu daman dhiig uu burqanaayo فما تو كردن تي فيها مسايد كده حديثة يكردن تي رضي الله عنه محل شاهد كنوا واحد كأولي باب إدخال البعير في المسجد للعلة وحو باب هي بعير كا يا يا أور إن لسوق جلين كرو مساجد كا للعلة علة لو سوق جلين كرو علة ذا وحو لي أي للحاجة حاجة ووحو يا رسولك عليه السلام وحو الضوافي يسوق أور كيسي وط أيو الضوافي بيتك حجة الوداع حجة الوداع إلا دو مركا وامحي وللحاجة سلو أركو ودواف كيسة الله وضع دعوضو صواب طواكي رسولك وللي تأخذوا عني مناسككم مناسك تحجك أني قيقا قاطع مركا إلا دو واتاس وقال ابن عباس وحي ابن عباس نيلي رضي الله عنه دافع النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره rasuulku wuxuu dawaafay kaacbada isagoo baciirkiisa saaran marka waa halka ida masaajidkii baa la soo galiyay weeyaan da waqtiyadan mi kama suuroobaysay laakiin waqtigaasi way suuroobaysay marka mar hadii madaafkii la keenay lagu wareegayay waxay tilmaamaysaa marka in masaajidkii la soo galiyay waana ka sharaxa kule halkani sharaxa markaad soo dhaafto dhowrka sadar ee hore qaala ibnu badal halku yidhi شنت صدره هرم كات صور دافتو حري ابن بضال في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي توكل لحمها المسجد مسجد مذاهب تكلم ركاي قبان حولها وحي هيل بكود العون يو مسجد كويس وقال كرام
إذا احتاج إلى ذلك دمر والبماها ومرك الله بعض إذا أنا كان للحاجة بولي للعلة ضوح كوضع مصنف كل الحاجة رسول كينو ضوافه يسوق أول كيسة صارا يينو ضوافه يسوق أص لق لقينا يا يسوق إنه أول كيسة صارا ضوافه يا كفر لبطناتي إلا دجرت درتين ويدوت كورن بعض أركاني لأن بولها لا ينجسه بولي كادي يدو حمي يجلس مساجدك بخلاف غيرها من الدواء وتعقب وحال قد بتك بالحافظ ابن حجر معنى حق مذهب كميل لو سنة ودين عيشة في عيدة وحال قد بتك يا بلو كواسي بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز ما عدم الحاجة معنى أنت أنكم تصيصوا بنانا شاء الآن بأنكم تصيصوا مرهد دان لو بهني بل ذلك دائر على تلويث وعدمه نجاسي نجاس لأن الله ضوي سورة فحيث يخشى للتلويث يمتنع الدخول أما يمتنع الدخول هذه لقى عبسوني بلد النيف كاسينو ميشا ومركا وكوكات شو دواء لقلين ما يبيله دي لكي يأوك ما شاف عيدو ساسي لذا قال ما يبيله مرها دي لقى عبسوني ينو إنو ميشا تلويث وقصة مي وقد قيل وحل يلي إن ناقته كانت منوقة حاشا رسولك وحي هي متبا بارن أي مدربة معلمة فيؤمن بها آمن بها ما يحذر من التلويث وهي صائرة إن يضع الصعطة أي تلويث سميسو تتعني لك يوحى لقور تقيا حديثك صعطة ومصالبة باهي يعني أول كيدا كود ضواف تكي رسولك بما هي تاني وحي لذين وحاك الله لقيا با فيحتمل أن يكون بعير ومسلمة كذلك بلا المسلمة كيدا أنه صعون هوا لقيا با وتوبرنا وإنه حقا كيمني marka wax arkay saawnda inay difaac una tahay laakiin marka la eego sida saxda labada midna aamin lagama aha maadaama ay daaba tahay ilaa masaayidkii marka ay talweysiiso waana cid soo xujeesanaysa inay daahir yihiin qaal musannif hadathana abdullah ibn yusuf qaal akhbarana malik an muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal an urwata an saynaba binti abi salama an ummi salama qalat shakawtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam سند كعبد الله بن يوسف أنصاري مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العسى كنيدي سنو أبو الأسود المدني وهو معروف كوها يتيم عروة للرجل يتيم عروة وحلو بحي عروة أقوم كيسي معناها عروة الله دردارما إنو كريو وأبيه وكجت تغيبي سجى هنجري سوى حديث كقاضى ساسا يتيم عروة الله يلي وضب غدي لحد وكقاضى يا سجنا عن سينبة عن عروة دي عروة ابن سبير عن سينبة بنت أبي سلمة والربيبة رسول الله رسول كربيبة دي سوي وين أبي سلمة أيار داري هو يدنا وأم سلمة وعك قاضى سيدنا عن أم سلمة وهو يدنا رضي الله عنها ومن أمهات المؤمنين قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيان وعوضي أني أشتكي إن حنوصني سيد المركة الضوافة قال الضوفي من وراء الناس ضدك قداشو ضدنبي الضوافة وهل دحقين زحمة هل كضنبي كمر وأنت والحال أنت أدو الراكبة قديد كاقنا ضوضت فالضوفت وان ضوافة بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكنا يصلي إلى جنب البيت بولي قدين عيسى بيتك أيو كنت كان يقول جنب قيس يقرأ يسقى آخر أيه بالطور وكتاب مسطور محل شاهدك نوع إنتام إن السوق اللي دابدي باب سأسوي المركب باب واتان صان اللي باب هذول هذا وكل فصل اللي ما قبله لكن حافظ ابن حجر وحيلي هدي باب من اللي هذا ها تفصل كي كوري أو فصل هو هاتو لكن هذا نوع إنه مناسبة كده حيث حديث كي هري كان كانت مناسبة كما دا حيسيب إيقود أهانو حتى الماما يامن حديث كان صوص على أبواب المساجد مبكو تعلقاء فضل قود حديث كي هوري لكن هو إدخال البعير على قل ملي حديث كان فضل على قد ولله أبواب المساجد وحويا لبدا السحابي أي كوحا كدعي كرامو عجيب بضان عجيب بضان وقال لبدا السحابي مدواء سيد بن حضير من نوع عباد بن بشر ووحي النوغو كيني دونا كتاب المناقب الصحابة مسائل رسولك كوهب صامين صلاة عشاي ويقاد الجوغين وحي كصابحين حل مكدية وحينا أقولها مركا أقول تأخرين ولأجل صلاة العشاي صلاة عشاي أي تكدان ما دام رسولك حل قدبو دقائق كبعد مركا كصابحين مساجدك
شيء بهر سعد من دار أو إفتيمية مركي كلا اللي حذينا هو قايب سما شيء مدبا مدبا مركا وحوي راعي مركا هو كرامه مركا هي فضائل الصحابة كيري دونا مركا على قدا أقول لي هي حديثك أبواب المساجد معناه فضل أقول لي هي قفك مركا مجدجة ده صعدة أما صلاة عشاء نقطة أما صلاة صباح نقطة سوس صلاة أوتوا أما وقت صباح مركا واحد حديث كيس وافق يعني سده شرحه ونوشه يا غي حديث كلا أبي داود وري ورسول كوري بشر المشائين في الظلم مبدية قوة ده صعدة وحدوق بشاريسا إلى المساجد يجو مساجد تقعية بالنور التام نور لما يستران يوم القيامة ما أنت قيامة أبي داود بحديث كوري هي غير كبر من حديث بريدة مركا سيد أصبا حديث كنا كاو وطاعينا يا فضل يقولون لك سوق إيمانا يا حديث كوي حوري سنة كوي حوري مصنف محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رجاشة وانصور مرني محمد بن مثنى والعنسي أبو موسى معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام ابن أبي الدستوائي وهشام الدستوائي إلين كيسيوي قال حدثني أبي وهشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة قتادة ابن دعام قال حدثنا أنس أنس بوح نوش يقول أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا لابا صحابي وأصحاب رسولك إنك كصبحين من عند النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أكتس في ليلة مظلمة هبين مجدئة ومعهما وحمعوذها مثل المسباحين لابا مركا إفتين لابا مسباح وكلا يضيء آني وإفتيم آي بين أيديهما هرتود فلما افترقا مركي كلا ليحذين صار وحا دقاقي ومركا راعي مع كل واحد منهما واحد مد كستوى الله وضاكا مدوا وحا راعي مد حتى أتى أهله إلا أهل كيسويه مد باب الخوخة والممر في المسجد وحو بابي هي خوخة دوا البابك ير هل كفرد دودة مسايد كفرا يقولي قاقا قد حيا خوخة الله لنا ير يا والممر في المسجد ممر كمسايد كالأمر دواء خوخة أنوية مركا صحابة بدن با واحد جري مسايد كقريهو دا يكو قد أنايين ولنعيد كحيين ومد كستاوحو لها خوخة وكسو قل مسايد ك رسول كنوح لي واضحي لي بولي هل لو حا خوخة هل وذا أود بولي إلا تابي بكر الموية إيقا واضحي لي بولي دمانت taas marka maxay tilmaamaysa waan xiliga rasuulka dhimashadiisa ay soo dhaweeyd Cali (saw) marka waa ishaaro fadliga Abi Bakar Siddiq oo tilmaamaysa oo kitabul manaqib ama fadailu sahaba ayuu inoogu keenin doona waxa kale tilmaamaysa ishaaro oo ishaaro khilaafadiisa bisagnu khaliifka muslimiin taa noqon doona idan ishaaro ay marka u badnayd qaal muslimi hadathana Muhammad ibn Sinan qaal hadathana Fulayh qaal hadathana Abu Nadr an Ubaydillah ibn Hunayn عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري محمد بن سنان حق سند هو محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي وطبقدي طبنا قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان بن أبي مغيرة الخساعي أبو يحيى الأستي المدني قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين أبو النضر هو سالم بن أبي أمية لكن هو عام كيه هي كنيضة أبو النضر أبو النضر هو كقاضي عبيد بن حنين عبيد بن حنين أبو عبد الله المدني وطبغدي سدحات عن بصري بن سعيد المدني بحول حافظ المحجر سكن ثقة جليل ويسكن وطبغدي لباط مركا دور تابعي بكجرة فليح وكيوحي كضم بي وتابعين أبو النضر يا عبيد بن حنين يا بصري بن سعيد وعك قاضي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خدم النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يأخذ بيه فقال وحولي إن الله خير عبدا إلهي وحده الرنسية أضان بين الدنيا ذا إيه إنه كلا دارته وبين ما عنده حاكتي سيالة وخيرة فاختار وحده ما عند الله وحي إلهي أكتي سيالة يدارت رسولك سأسكو لصحابة إيه هريرة جوغة كبعدي أبو بكر بأوي فبكى أبو بكر بأوي رضي الله عنه فقلت وحن كوي وحن كايري في نفسي نفطيدا معنى كرمان قادي ويا أبي سعيد الخدري بعلي نفطيدا وحن كايري ما يبكي هذا الشيخ شيخ محاكوه هنا
إن يكون الله هدو إلهي هي خير عبدا أدون كي دور رنسي بين الدنيا وبين ما عنده وحاكتي سيال لي الدنيا وفاختار أدون كي نو دورتي ما عند الله وحي إلهي أكتي سيال لكن ما فهم سنة عند اللوجة دوار رسولك وي رسولك يساق يسكن شيء لا ووحد أدون بو إلهي دور رنسي الدنيا ده إيو يا آخرة خلق أصول دورتي وحي إلهي أكتي سيال معناتها سمحيت الماما يسار دادي مشدي دي بس أقوله ويا وانو إلهي من دارتي وي حقيس أبي بكر مركب وفهمي هو أي مركع وكأبي سعيد وخذ نوله محن نفط إذا كايل هذا محاكوه هنا يا إذا رسول هو عش يقول أدون للدور رنسية لكن ما فهم سنة إنه مركع وحوي إنه وجهه رسول كباي تايب كبعد مركع فقلت في نفسي ما يبكي إلى آخر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد رسولك وحوها أدوان كان صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا أبو بكر نكن نوغو أقوام بدن نوغو فهن كبدن لأيوها قال فقال وحو لرسولك يا أبا بكر لا تبكي هوين إن أمن الناس ددك كوا إيغو قلد بدن لأي أنيغا في صحبته صاحب نمديس يو ماله مال كيسو أبو بكر وأبو بكر بيري أبو بكر بقول قلاد بدن دتك حاجة يقبل هذا المال كيسة هاي يهدي صاحب نمدي ستهاي ولو كنت متخذا خليلا هذا كي يلن لها خليل أحد كم من أمتي أمتي إذا خلدنا وصاحب نمدا التي تخللت القلب وبمنزلة الروح كالجسد جسد كي الروح تسلي سكوهين وكلا سكوة أما الروح ذلك جسد كي كجرت وكلا خلد واتاس مركا إلهي با خليل كدكت رسولك سيدي إبراهيم لابد أن نبي كليا أيام مرتبة الخلق يعني مركا قفنا خليل كما ديغان أيو حتى أنسا قفوا مضي إذا كم إذا خليل كديغان لها لا تخدت أبا بكر أبا بكر بان كديغان لها ولكن أخوة الإسلام إسلام نمدى ولا نمدى إذا هي ولا لماذا إسلام نمدى أنا قد حيصا أيا بمعنى أفضل أيا فضل بدن أفضل بمعنى فضل بدن بلوجه إذا يا خلاد كفض لبدن تعلوم الجيد والخلاد ومراتب محبة توجوين لكن أخوة الإسلام لماذا ما دام أن لا يقولين أحد ومضى إذا كم دينا خليل كدكتو ولا لماذا نقد حيث إسلام لماذا أي أيضا فضل بدن فيها أخوة أي فضل بدن يو مودته مودده إسلام لماذا يكرع على إسلام لماذا كبعد رسولك وحول الله يبقى ين في المسجد باب وأنا محل شاهدك وأنت إلى أنت هري مركز جرين مساجد داس أيها الجد أبواب تاس يعني كهرين مساجدك بابيان كهرين إلا سدين لأوذاء ما هنا إلا باب أبي بكر أبو بكر مركا الباب كيسة ما هنا قال المصنف حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد الجعفي ومسندي تنصور أقني وحكا قاد يا وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم أبو العباس الأستي قال حدثنا أبي أبيه وجرير بن حازم بن سيد الأستي أبو النضر البصري وحول حافظ بن حجر حديثك وقت هذا قاضي مركو قت هذا قاضي ضعف باكو جريب أنا مركو قت هذا كلي وكورين أيب مركو حفظ جيس كوري كورينا أو هم بكو دعاب مركا معنى جرير بن حازم وحول ضعف باكو جريب مركو قت هذا قاضي يمركو حفظ جيس واستعماله هل كان مركا جرير كما قاضي وقت هذا وحول قاضي يعلى بن حكيم سمعت يعلى بن حكيم يعلى بن حكيم ثقفي مولاهم المكي وطبغدي لحاد وحكا قاضي يعلن عن عكرمة وموله ابن عباس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا صباحي في مرضه الذي مات فيه حنونك وكل من ضعنا أي رسولك صباحي عاصبا رأسه سيقول مدي حيث كضوبي بخرقة مرأ فقعد على المنبر منبر كأي فريست رسول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وحيد إنه ذواتي الرجلي ضمير شعني حالك وحي هي شأنه ليس من الناس ضدك كم ما أحد قف أمن علي أن يقول قلت بضن قلت مركا وحويا قلت ويقلت إستي يقول بضن تهي في نفسه وماله قلت رسولك أم بمركا وشيغي أبو بكر لكن أبو بكر قلت ما شيغان كان رسولك عليه السلام
ولقوله تعالى يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم مركا إلهي رسولك سعيدنا وما قلت شيكت أنصارتنا واكي مركا وحوية رسولك لها دائي قلت شيكت إذن إذن كو وإذن كي سوء دوي تيو عادي ومركا وحوية ويقى صوى صاري دول كي سي أن يسوء دوي سيني مركا ما أني سمينين وحيد هذا الله ورسوله أمن بينا إلهي رسولك سيك الله تشيك شالي أنا قصوه ما قلت شيك أنا مركا رسولك أخرى يا أحدنا مركا أنا كي قلت يستاء معها أيه قلت بضن علي في نفسه وماله مالك معنى هو بحينته وكو بحين جري خيرك نفطنا وصحبة رسولك والله صاحبه أو نهوري نفتيس وخطرك استوى رسولك وقال وكل جري أبي بكر تاسب على قوة وماله في نفسه من أبي بكر بود أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا تدك هدان كدقن لها خليل لا تخط أبا بكر خليلا أبا بكر بان خليل كدقن لها ولكن خلة الإسلام أفضل خلة إسلامك ووالا لماذا إسلام كويا أي أفضل أي معناها وحوين ضو فضل أي فضل لهم بل وجهة أما فاضلة فضل لهم سدوا عني إيقاء أودا كل خوقة الباب كستا وفي المسجد مسايد كوبانان غير خوقة أبي بكر تا أبي بكر ما هنا هل كان حديث ما قدرنا واسككوا بيه باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد وحبا بيه الأبواب الأبواب والغلق الباب بدأ يقفل إن الله سمعين كرا ومعناها يبنانتها للكعبة والمساجد بيه كعبة دي مساجد دبا أبواب تدوا جمع باب معناها مساجد كان الباب الله سمعين أيه غلق غنوة قفل كي دوا واحد دي وحي لقو حدي كعبة دي مساجد دبا قال أبو عبد الله ومصنفك وقال لي عبد الله بن محمد ومسندي عبد الله بن محمد المسندي أيه حيري حدثنا صفيان وابن عيينة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال لي ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة أيه حيري يقول ابن جريج بأورنا يا أبا عبد الملك وكن يضع ابن جريج لو رأيت مساجد ابن عباس ابن عباس هذا ذلك ليد مساجد وسميرية وأبوابها الباب ليد معناها لتعجبت وين وذي أبي له محل شاهد كنوا وين طاون إنه ابن عباس الوسمي مساجد كيسة الباب من وسمي قال المصنف حدثنا أبو النعمان وقطيبة كلاهما قال حدثنا حماد بن سيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر سنة كان وود مشاهير عن صواد رقم أبو النعمان ومحمد بن فضل السدوسي أبو النعمان نواك يديس لقب كيسنا عارف بالله عارف نماها معناه لقب حقيقة ديس وهي خلاف سنة هي داهر كيسوي إذا هو الشر وضعي نقول إنسان وكيلها هو أضان بعيد عن الشر لكن هو لقب لقب هو النقضة قطيب نواك قطيب بن سعيد كلاهما قال حماد بن سيد وانصارني أيوب وأيوب بن أبي تميمة السختياني نافع ومولاه بن عمر وعلى رسولك وعلى عبد الله بن عمر رسولك أياه سواق علي مكة قدم النبي مكة فدعا عثمان بن ضلحة عثمان بن ضلحة الحجبي وأنك هي مفتاح كعبضة ويالي بل ففتح الباب الباب كي وفره ومركي مكة لفرت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن سيد وعثمان بن ضلحة انت ساق علي مكة الباب كعبضة قالين ثم أغلق الباب وانت محل شاهد إن الباب كبير حرين فلبث فيه ساعة ثم خرجوا وحوقوا بجوج رسولك أدنوك صباحا قال ابن عمر وحوري ابن عمر فبذرت وان كدك دقي فسألت وحن بلالا بلال بن ويديو فقال وحوري صلى فيه وكدت كذي من رسولك بلال بن ويدي وحوري وكدت كذي فقلت في أي أي في أي مكان هل كدت كذي كعبض لنعيو كدت كذي قال وحوري بين الأسطوانتين لبضى تير والله بدأ يمانيين كالعداوي من حجر الأسود وكجره ككرنا لنا عكوها أيوه الله بدأ يمانيين كان بحدد وكتو كده قال ابن عمر فذهب علي وحاي دافتي بلوه يقتك تي أن أسأله إنه ويديو كم صلى انتي بوتو كده لكن حديث تقاركود وقوة المامية إنه كو يريب بلال الله برحك عدود بوتو كده رسول
marka taa xafid ibn xajar waa keyri ihtimal wuxuu suurooba inuu markii hore ay dhaaftay abdullah ibn umar inuu weydiyo inta uu ku tukaday laakiin uu sheegay in meesha uu ku tukaday laakiin mar labaad uu la kulmay oo weydiyay cadadkii markii labaadna cadadka uu sheegay hadii la raado qisadu waa mid kaliya taamay tacaddudina waxa la oranayaa ibn xafid ibn xajar ishaara ayuu ugu sheegay labada ragacdood laakiin nutqigu ma sheegay marka tii hore waa ka xag hore aynu ku soo aragnay xadiiska wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa a'lam.